هي الدفاية. ودي عشان تبقى ايه مظبوطة، يعني لا هي طويلة قوي ولا هي قصيرة قوي. قفلت منك ورنت عليه على طول، قلت له اشار لي، قال لك قلت له ترى تروح تطلب برماني وتراضيه تمام وتدي له فلوس بس، قال لي خلاص ماشي. قلت له مش عايز الرجل يرن علي ثاني يا شارلي عشان ابو رمان الرجل مش مقصر، قال لي خلاص ماشي. حتى لو كنت على العربيه انت تلبح انا فيه برميل. بس تخيل برميل، ادي لك البرميل تروح تركب عند السباك. السباك ورايا. ايوه جنب شركة ميدو. تمام. انت واقف زي كلمتين هذول يركب لك الحنفية. على الله. ها البرميل. لا لا اتعلم. كده هي تسع ليالي ها؟ تسلم الآن صح؟ الله يبارك فيك. تسلم ايدك مشاهدينا من كل مكان، معكم الرفيق خالد من محافظة أسوان. نحن الآن أمام ملك الزعتعة كما يقولونه في مدينة كوبوم. النهارده واحنا بنسلط الضوء من أمام أحد المحلات الشهيرة، محلات آل النحاس، فلوس التصنيع، الأعمال الأدوات المنزلية. كل الشغل هنا شغال بالالومنيوم يا جماعه. هنشوف حاله من الابداع، حاله من الاتقان، حاله من الاخلاص. مهنه مهمه جدا، ربما اللي بيتابعونا طبعا بتكون هي مهمه لكل ستات البيوت لانها بمثابه اعاده احياء الاشياء اللي هي بتكون فيها سلبيات او بعض الاشياء اللي بتكون يعني فيها مشكله يعني. بعمل ودنين لحلة. ودن الحلة؟ ودنين لحلة. ايوه هي كان فيها ودنين فبر. تمام؟ الودن فيها ودن اتكسر. فيها ودن لما جابتها لي الحجة قلت لها انا ودان فبر ما عنديش، اركب ودان الموني انا بعملها على يدي. قالت ماشي. فانا دلوقتي بعمل ودنين الموني. ودي طبعا كان فيها مشكله، الودان اتكسرت يعني منيها وكده، كانت ودان بلاستيك اعتقد. اللي انت كنت من شويه يعني من قليل يعني. ايوه قطعتها. طيب ادينا نبذه كده على فكره مهنه تصليح الادوات المنزليه من خلال الالومنيوم، ادينا نبذه كده عنها. زي ايه؟ يعني المهنة دي هل هي من المهن؟ طبعا اكيد هي المهنة المهمة اللي بتحتاجها كل ست في طبعا في المهن طبعا. الاول كان ما فيش حد بيصلح، دلوقتي بنصلح. وانتوا ليكم كم سنة هنا؟ ليكم كم سنة؟ احنا لينا كتير. كم سنة دي انا معي؟ يعني حوالي ما يقرب من 42 سنة انت قلت لي. ايوه. وانت كده بتعمل ايه بقى دلوقتي؟ بتعمل الودنين. بعمل الودنين للحلة. للحلة. أيوة. طب ايه الحاجات اللي بنصلحها برضه عشان لو كل ست بتتابعنا يا استاذ حسام تعرف شويه؟ كوباية، تنكة. كوباية، تنكة، حلة، كفرونة، براد.
كفايه وايه تاني؟ كزرونه براد. معلش كلمنا بس انا عارفك انت مشغول طبعا وبتحاول انت تؤدي اعمالك بشكل فيه انجاز يعني. ايه بس عشان لو حد بيسمعنا؟ والبراد يد من فوق يد في الجنب. كل ده انت بتصلي ان شاء الله. طب في حاله عدم وجود المهنه دي الناس هترمي كل الاشياء اللي زي ده؟ شيء اكيد. انت مش هتلاقي حد يصلح لك. مش هتلاقي حد يصلح. راح تجيب جديد. راح تجيب جديد. وبعدين احنا شايفين في ناس يعني محلات قليله جدا اللي هي بتمارس المهنه دي يعني. قليل. قليل اللي بيصلح. قليل اللي بيصلح. وانتوا شغلكم كله شغل الومنيوم. تصليح. كله الومنيوم. ايوه تصليح المونيا سلستين. بس انا شايف الشغل ده فيه ايه دقدقه وفيه ايه بقى سر الدقدقه دي اللي انت هي الدقدقه دي يعني ايه؟ هي مش دقدقه كده وخلاص لا سر. هي ممكن تبقى فن. فن؟ امال ايه؟ بمعنى بمعنى مثلا ما ادقش على المسمار قوي. اخلي الحاجه مناسبه. يعني انت عامل زي ما اشبه بطبيب القلب اللي هو بيحط السماعه وتسمع النبضات بالظبط صح كده. فهل الصوت ده ليه زي ما تقول ليه فن وليه ايوه كل حاجه مش عشوائي يعني؟ لا. مش واحد يقول لك انت بتعمل لنا صداع في انا ما ادقش كده وخلاص. مش بتدق كده وخلاص. طب بتعمل بيها ايه؟ بتظبط بيها ايه بقى ترمومتر كده؟ خد على السلك بدل ما انت قاعد على الوقت تزعج بدل ما يوقع فيه. يعني بتعرف المحور بتاعها او بتعرف ايوه معزمينك معاك ما اللي بيسجل يمسك. ايوه ما تجيش تلعب. ايوه بتظبط بيها. امال ايه طبعا. صحيح. وانت شايف ان هي من المهن المتعبه ولا بتاخدها على اساس ان هي والله هي اي مهنه اي مهنه لا خلصت الكوبايه. الفواله دي انت راح تجيب الفواله وانا اعمل لك عليها قطع للاحسن. يعني مش هينفع قطع؟ لا. كم طبعا الكوبايه؟ 5 جنيه. 5 جنيه. طب والقطع دي يا اخويا؟ هات لي الفواله. طب وانا شايفك عامل تقطيع حلو. التقطيع دي اللي انا بشتغل منيها تشكلها يعني. يعني زي ما الاستاذ جه دلوق وقال انا عايز ارتب يد للبراد او للكوبايه ركبت له يد للكوبايه برضه منيها التقطيع اللي قدام حضرتك اياه. نتمنى يا اخيرا. نتمنى كل حاجه كويس. نتمنى اخيرا يعني. نتمنى كل حاجه كويس ان شاء الله وربنا ان شاء الله يحمي المهنه ويحمي ان شاء الله الخير كله. مشاهدينا من كل مكان عرضنا واحنا في هذا اللقاء طبعا على المهن المهمه او الحرف المهمه اللي ربما بنخشى ان تصاب بحاله من الانقراض في ظل وجود حاله من يعني التطور السريع. اردنا النهارده نشوف احنا الناس المكافحه الشقيانه اللي هي بتعيد كل ما هو في نوع من التلفيات وفي نوع من الاعطال. الالومنيوم دي من المهن المهمه جدا ولذلك كنا مع حضراتكم في جوله داخل اقدم واشهر محلات تصليح الالومنيوم. اشكركم وكان معكم الرشيد.